يو السلام عليكم لا فامي ديال الحكيم لو ماجيستير، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف يكون مهم جدا، وسوف نتعرف فيه على افضل تمارين منزليه لابراز خط الاوسط لعضلات الصدر. وتخيل معايا غادي نعرفك على ثلاثه ديال التمارين فقط، ولكن النتيجه ديالها جد رائعه، وغادي تقاد لك الشكل ديال الصدر ديالك، وغادي تخليه يكون على صدر رجولي. وكيف ما كتعرف بانه اهم عضله بالنسبه للرجل اللي كتعطيه الرجوله ديالو اللي هي عضله الصدر. داكشي علاش فقط بغيت منك حاجه واحده، انك تخدم هذا الفيديو وطبق معايا التمرين خطوه بخطوه. ومنين غادي نساليو هذا التمرين هذا، بغيتك تعطيني الراي ديالك في التعليقات على الاحساس اللي حسيتي به، باش هكا تقدر تحفز الناس اللي مازال ما بداوش. وقبل ما نبداو يا بطل، ما تنساش انك دير جيم وتابونا في القناه وخدم الخاصيه ديال الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. ويلا بينا باش نفرقها عضله الصدر مزيان ونبرزو الخط الاوسط ديال الصدر. هيا يا صديقي، طبق كل ما سأقوم به، وسوف نبدأ مع تمرين الضغط. ونقوم بعشرة عدات على هذا الشكل. وضع ركبتيك في الأرض خلال التمرين. يمكنك أن تقوم ب 12 عدة أو 15 عدة لكل جولة، لكن بعد الاستمرار. أما الآن سوف تبدأ فقط بعشرة عدات، لأن التمرين سوف يكون أصعب في الأخير. ولهذا أنصح المبتدئين أن يقومون ب 8 عدات عوض 10. بعد الانتهاء من 10 عدات ستأخذ هذه الحركة. حاول أن تضغط بيديك مع بعضهم البعض وأدخلهم اتجاه أسفل صدرك بهذه الطريقة، وهكذا تقوم بالضغط على عضلة صدرك حتى تتمكن من تحسين شكله مع إبرازه أكثر. وكلما ضغطت بيديك أكثر، كلما تزيد من استهداف الخط الأوسط لعضلات الصدر. الآن سوف نقوم بالجولة الثانية لتمرين الضغط بالركبة على هذا الشكل لمدة 10 عدات. وركز على التنفس الشهيق والزفير حتى تساعد نفسك على الاستمرار ولا تحرم جسمك من قلة الأكسجين. نفس الحركة مرة أخرى لمدة 10 عدات. وإذا شعرت بصعوبة في الاستمرار، يمكنك تقليل عدد العدات، هذا أفضل من أن تتوقف. الآن الجولة الأخيرة من تمرين الضغط، وسوف نقوم به على هذا الشكل لمدة 10 عدات. كما تشاهد معي يا صديقي، أقوم بالنزول بشكل عادي. الآن يا صديقي سوف ترتاح لمدة 30 ثانية إلى 60 ثانية، وأنصحك بشرب الماء خلال التمرين، هذا سوف يعطيك طاقة إضافية، وأنصحك بشربه ما بين كل جولة أو جولة أو ما بين كل تمرين وتمرين.
الآن سوف نمر إلى التمرين الثاني، ونقوم بهذه الوضعية وكرر التمرين 10 عدات مع وضع الركبة في الأرض. هنا يا صديقي ما عليك إلا الضغط على صدرك مع فتح يديك جيدا بهذه الطريقة، وهنا نستهدف الصدر بالكامل وبالأخص الخط الأوسط لعضلة الصدر. In a safe place, I got room to breathe. Been a long chase, but at last I'm free. Open walls, I knew I could find peace here. Nothing like the city where I got tired of the running, the catching up. I got hungry for the stunning high mountain tops. So I made some plans, some dreams to catch, to promise lands, to find my path. أحسنت يا صديقي إذا ما زلت معي في التمرين، وأخبرني في التعليقات على شعورك وأنت تقوم بهذه التمارين.
درتي معايا يا بطل هذا هما التمارين، غادي تطبق ثلاثه ديال التمارين بنفس الطريقه اللي شرحت لك وغتحصل على واحد النتيجه مزيانه. غادي تحاول انك تقوم بهذا التمرين هذا على الاقل ثلاثه ديال المرات في الاسبوع في الحاله الا بغيتي تركز فقط على هذه المنطقه هذه باش انك تقاد الشكل ديالها. اما الا كنتي يعني باغي تقاد الشكل ديال الصدر ديالك كامل، يكفي انك تخدم جوج حصص في الاسبوع على هذه العضله على التمارين هادو غيكونوا كافيين. من الاحسن انك من غادي تسالي التمرين ديالك او لا تسالي الحصه ديالك، حاول انك تركز على الوجبات اللي تحتوي على كميه عاليه من البروتين بحال صدر الدجاج بحال اللحم الحمراء بحال الحوت الماكولات البحريه الفاصوليات، المهم اي وجبه كتكون من بروتين عالي. الا بغيتي نحط لك برامج الغذائيه ديال النسبه ديال البروتين عاليه غادي يطلع لك الفيديو هنا ولا هنايا، اولا غادي نخلي لك الفيديو في الوصف ديال الفيديو. غير ما تنساش انك تبقى تستمر على هاد التمارين هادو باش تحصل على واحد النتائج مزيانه. نتمنىك انك تتابعني في الحساب ديالي الانستغرام حكيم وماجستير باش تزيد تستافد اكثر. اي موضوع بغيتي نهضر عليه اولا اي حاجه ما فهمتيهاش قولها لي في الكومونتير، وقول لي اشنو هي العضله الجديده اللي بغيتي ندير لكم عليها حصه كامله في المنزل. وما تنساش انك تبقى تركز على الماء، شرب الماء في خلال اليوم ديالك على الاقل 3 لتر للفوق. هذا غادي يسهل عليك انك الدوره الدمويه انها تضرب بواحد الطريقه سليمه، وغادي تساعدك باش انك تنشف الكور ديالك وفي نفس الوقت تكسب واحد الكتله عضليه. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم. حكيم وماجستير بوم.